وسط فرحة عارمة احتفل مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ في مأدبة عشاء بمناسبة الذكرى 29 لعيد الحرية والديمقراطية. وقد رحب رئيس اللجنة التنظيمية علي آدم إبراهيم بالحضور وأبدى عن سروره في أن تكون هذه المناسبة سانحة للمناضلين للتبادل والتلاحم وتقاسم الرؤى بين مختلف هياكل الحزب والأحزاب المتحالفة. الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين باد عباس فقد ذكر الإنجازات التي حققها الرئيس المؤسس للحركة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في مختلف المجالات والتي جعلت البلاد تتبوأ أرقى المراتب على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن تشاد تعتبر دولة حقوق مبررا حديثه بتأسيس الجمعيات المدنية وجمعيات حقوق الإنسان منذ العام 1990، كما تطرق إلى التعديلات الحديثة التي طرأت على مستوى هياكل الحركة الوطنية للإنقاذ حسب مخرجات المؤتمر الثامن غير العادي الأخير لمواجهة الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة. انتهز هذه الفرصة أعضاء مجموعة بامينة لتقديم هدية تكريمية لرئيس الجمهورية الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي تنو، استلمها نيابة عنه الأمين العام للحزب، كما دخل الحفلة أغاني وقصائد حماسية.